بعد اختتام أعمال ملتقى الشارقة للسرد بدورته الخامسة عشرة والمقامة في الرباط المغربية انطلقت فعاليات الدورة الأولى من مهرجان مراكش للشعر العربي الذي يستمر لثلاثة أيام في قصر الباهية هذا وينظم المهرجان برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والملك محمد السادس ملك المغرب دار الشعر أيقونة الحراك الثقافي في المدينة الحمراء مراكش وتتويجا على دورها الريادي ومرور عام على تاسيسها انطلقت فعاليات مهرجان الشعر العربي في دورته الاولى تثمينا لدور الشعر والشعراء. في مثل هذه الايام من العام الماضي احتفل الشعراء بافتتاح بيت جديد للشعر. وفي ايام مراكشية مشابهة لهذا اليوم احتضنت المدينه الحمراء ملتقيات الشارقه المسرحيه والشعريه المعنيه بكتاب المسرح والشعر من فئه الشباب وعلى دورات متعاقبه في اشاره داله على التوامه الثقافيه التي تربط بين مراكش والشارقه المهرجان تضمن عرض فيلم مصور عن اعمال دار الشعر في مراكش التي تم انشاؤها ضمن مكرمه اماره الشارقه بانشاء بيوت للشعر في الوطن العربي، كما قامت فرقه موسيقيه بتقديم فقره ترحيبا بوفد الشارقه. طبعا سمو الشيخ لعب دورا ويساهم بمساهمة كبيرة في إعطاء واحد دينامية لمجال الشعر في المغرب في المملكة المغربية وطبعا من خلال دور الشعر سواء في تطوان أو في مراكش مراكش حاضنة للعديد من المجالات الثقافية وطبعا مدينة مراكش هي مدينة عريقة في الزمن والتاريخ مهرجان الشعر العربي يعد لقاء استثنائيا يجمع أصواتا شعرية لامعة وتجارب نقدية رائدة تجسد التنوع الثقافي والشعري تنظيم الدورة الأولى لمهرجان الشعر العربي مرور سنة على تأسيس دار الشعب مراكش والأكيد أن هذه الدار خلقت حراكا لافتا ليس فقط على المستوى الشعري ولكن أيضا على المستوى الثقافي في مدينة أساسا معروفة بحراكها الثقافي وبالعديد من رموزها الثقافية لا ننسى أن مدينة مراكش ظلت أبدا وعبر التاريخ جسرا لثقافات متعددة ولمرور ثقافات متعددة ابتداء من الشمال إلى الجنوب وفي ختام الحفل قام سعادة عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة ومعالي محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال المغربي بتكريم الشعراء المجسدين للتنوع الثقافي المغربي فيما تم توزيع جوائز تحفيزية للشباب المشاركين في أجمل القصائد الشعرية والنقد الشعري. يأتي المهرجان تأكيدا لمكانة الشعر والشعراء وتتويجا لدار الشعر لإثرائه الساحة الشعرية في ربوع المملكة المغربية لأخبار دار محمد الجنيدي من مدينة مراكش المغرب